الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأطهار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ولا ليال خطبتين وحي كساب سنتهي دتك مسلمين تاء إلا إلى ليو حرمذو ذا يحقو ذا يشرفتو ذي كرام ذا الهوسي ما أنت وحي نقباهي بضن هاي مسألة ذاين نسحسوسي نابجرو لأنه وحي نقصون هاي دتك مسلم كاها ina iyagu isku soo jeesteen kuwa isu dhaw iyo kuwa kala dheerba wala is xalaashaday charki dad geelka ah asxaabti madaxii raciyad alaabna la wala isu helay af dheer oo la isku eedeeyo waxa markaa arintu ay noqonaysaa qofkii oo cibaadeysanayo amal wada inuu amalkiisa cagaf la daba socdo uu ku duminayo خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صام إيا الصلاة إيا الصدق وحاصر لم بقفك وضع لكن مركو كصاب حابودت كالسينية هذه هي الحماقة الكبرى أحمق ماذا وينوي تذكي سالحين تانين كمذا تابعين تي أيا نبو هدية الدنيوك يو وحلوا الله يشاقي إن العمل كاغا يسو هدي يسو وحمغلين وحمر أيه وحقر أيه مركا كل كاما أبال مرين كروا حدي سيسا ودوا الدين أنا وحوجا قد ويا ذا كوسو هدي وقفكو حمر أيه هذا لقوش أيه هذا ذو حال سيسا وهذا يش قي سوي مركا سيد عينا نوفهم نبا مهم وحياتك تعب تورن ضد بعض وش بيسا كم كود كارين تاني وارين آدو دي بدن مركا استود ضد لك ولا تبل هذا واحد أكتا واحد كم عاشطي تيبو فيري مركا تكذا قاقدو انتهاك أعراض المسلمين من الكبائر تذكى مسلمين تا شرفتو ذا وما لقد عقر قردرو الله قال ذا هو قردرو دين بيه ذا وين بي كترته سيدا ديلكا يسينا ذا يو سحركا وحيابها سيلمته رسولكنا صلى الله عليه وسلم وحو إسراعي مركو مدى ودر دارنا يحجة الوداع تذكى مسلمين تا إن الله إلاليو نفتوده يا مالكوده يا ديغوده يا شرفتوده يا جيركوده وان لغو تومي كارين وان وح لغو يالاين كارين جيركوده قردر عقاب محكمة دي حكم تيمو يان وحكالو تلمامي حرمدا أولاي هاي حرم يا كعبدا إلهي مدلا ميداب أولاي قفك مسلم كا حقوق ديس يا حريات كيس إسلامكو وحاو تحقليين وقفكو شرفتي الدفاعي إنه شهيد يه قف جاهل كيسي سجود دفاعي وحق الدفاعي للدلاب ورسولك تلمام صلى الله عليه وسلم فهو شهيد وهو شهيد شرفتي سوي لعلنا يا وهكلا قرآن كان حسيس كذا قف فعل كان إنه سمعية عطات جعشه بلشلا على إسلام كه ولا على هاي إن عيبي أي كنت ماضه وعرضي قولي يشرفتو داوع سوكارو شعيل كاة شعلاتي لفتي ساد دنبي لكوتي وحوه ما تسمعين لكن هو شعور يدران كما حميد واتكفر أحسنت هبل مهب لا يوحى لقو سمياحن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عذاب الدنيا من آخرة كل البيلين بولاي وحين أكسون هاي ضدك مسلمين تا وحيابها الدين تويل على الشرفتها كترت نفتيس يا مالكيس يا عقلكيس يا دينتيس يا نسبك يا عرضك يا وشرفتي ديمها السماوي قا وحيابه إلى هاي وسودة يا حكم إذا شرفتها الله العلي هلك قال هذا أي قبا إن الحر يا حق الله هذا هاي حرنا وتهينا ضدك وحد وانت كورن كرت وانا تكنتين إلى هذا حرية التعبير قفك داوحة حرب ويعد دونين وحكشة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى إلهي
تاسنا ده دليل بضم بحصية سو إسلام كانوا شرفته ولا ليه يعرضه يدكته وح حارنت إني مي السندة يلوات يقاونانته يودوين كسندة إن جارسيار ورقي يدو مركيو إسلام قوني نغضة يجو استاتابتا يجو شاكو قدرة ما حق درة شاكيسته إسدقيسته وحياه سورة هو ودوين كسندة سدائل هاي بقول ولا تغربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل إسلام كان نسيء الشرب دوانا أركي سارونتي ما أنت مركا سندة الله فضيت سدى وحكدعة سندة يقا ونانتي يصور ربي برا بلشاد الله قفا فين يدد بضاني مركا فضيت سدى وحكدعة وادي قارك وما دا استيلي قاربا نفط إسكتشري مركا أركان عيبتو ديو بناكا تالله markii hore ay fudaydsadeen sharaftoodii ay meel kaga dhaceen qaar shayaatiin ina way sii baahiyeen sidoo kale si islaamku uu u ilaaliyo qofka sharaftiisa harama sukhriyata bil muslim wuxuu diiday qofka walaalka ee muslimka in lagu dheeldheelo la xaqiro ilaa walaalka waa waaxaaga mid kamida weeyo walaalkaaga muslimka ويل لكل همزة لمزة هلا جو حلب إلى هاي القف كا ضد كمسلمين تا قول كي فعل ككعبية سيد شرفت الله إلى اليابا إسلام كحرم الغيبة والنميمة معافضة على العرض وحلا إلى إسكو درك أما نرفوف نمضة يحنت إسلام كحرنت النبي وشرفتي قفك على الدورة يا عرض قيس تركي سو كم مهم سين شرفتيس داوع سو قارة تركي سأيا وقصة هلأ كشرفتيس سو قارة قف ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إلهي بأوح الله يسحمننا وهي لبكينها عننا قارب قارك كليه هفني هلب كود عنن مئات عشرين بولاي ولا الكينو دنتو ميدا هلب كيس أنا عنتان وأنا عيسان حنت نساو نعى وبل حلاش ذي بقى بجالس ذي بفرشية ذي بقال الله ذي ما لها سوي ما دان دت كين وأحرم تيس كبضم وقف كي هدي وحلاش ذا حاران تينا خطر كلاي اللي ضاين وكبجع لو بلا جيابة رسولكنا صلى الله عليه وسلم وحي نوشيغي هبين ندي لدلمية هبين كاميدا وعوصان مرا يقول يو ويتشيغو دا سيدا اوغوها فايا عدياها اوغو دليغي يو ديركا كاقاد اي هلبك مركا وحا نوشيغي هؤلاء الذين يأكلون اللحوم الناس ويقعون في أعراضهم وعذاب القبر كترانو وحا لغو عذاب اينا يغو دبكي ديركا اسكا سارانا عدياها دادير وصاوغو حقا markii malaa ku fasireeyna wuxuu kuwaas waa kuwii dadka hilibkooda cunaya xaman jiray hilibkaas sunaysana qofka muuminka ay u leey sharaftoodana meel kaga dhici jiray la yaqtulul jannata qattat qofna miimiyaahay naarta ma galab uu nabigu leey sallallahu alayhi wa sallam dadku aamiya khaas booy noqdaana sida lagu ugu diiday qofka inaad sharaftiisa meel uga dhacdo koox kamida يا قبيلة كمدا إن تسجود عيدانا ماها متكوب بنانا وحارنتيهم رسول كوحلي صلى الله عليه وسلم يسجود دنبيذا وأوين الدين لأنت أكو الرمية دين لأنت وأيكانت أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن أفر الرماد أمضها أن دين تلهين باكل رقمة أمضى إذا أنا استعماشة تتكدد طبعا دين تودي كل رقم واي كمان التجيام وأي وضيع أفرت أسوام حي الفخر بالأحساب أبترسي ملا قفار وضعنا في الأنساب يددك وأبترسي ملا ضل حقره قفك يسقو يعد كسوتش إذا وحمال لبو كرجة ينعد بجاري تدك كلاول عليه إلا برد شينا وحكرجة يكو اللي تأو حقرا أو جن أو شرف الهاي والاستسقاء بالنجوم يحد دقها أو بيا لجور هذهيو أما الله إذا ضرب كاسا نشوي بيحد دقها صار رب كان نشوي
والنياحة على الميت يقفك انت يا الله برارت ده وذكر كريس ما أنت وحش قضى النار هذه ريركيني رير بالويس مين بابا تذكر قاركود لقيا بين كولاد قال ما من أجل حماية الأعراض وصيانتها حرم القذف بالفاحش كلمة قفك أو توري أو قفك لا أو كنت توري بقى وحلين طال الساقط محكمة هلا تشوتشيو بلشل هرت إذا أنا هلا جو قراعة ليذوق وبال أمر سود دميو وحقو جيستي يقفك عقابتي صلافة يا حلايو والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون دتك كلاك شيء يبي ولا يدي سندة وشرموت يسوق كشرة يوي سنيسة يوي قرفتة يساسون كاسيالا وأريد ده إسكبلا وعد كلا ده حتى كوا ده شيء الله قلي إن أتكتر هذا كوا أري قاله أما حاسك يقول حمام بيسامي سبع ورانية أنا فر مرخاتي كينين دقراع بيقول هاي السديت أن كيش هذا سديت أنا لقول نفط لقى قاتين لما هي وبيناله مرخاتي تبلا جمال دقي سنة أنت أو شير باو حاس سديت كين كوب بدين أما لقول كفت ما أما لا يسكت عادي يا مد أبا يسكت دايو كوا سوا فاسقين بيقول هاي ضاع دي الدين تي لهاي بكفوا قادين سلا كفوا قادين سلا با مرخاتي لقى أقبل أيام ربا ذا وحي نقول نقانا ذات كحول هذا وحق ترى لقو قات عرض جو ذي الشرفت هذا ما لقنا عالم ذا أما كبسي وين باء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أرض الربا استطارة الرجل في عرض أخيه ربا ذا وجو إنه وحي ويقف قاو ولالكي سمسلم كأشرفتي سكرد يا رارا ما لك قلعة درا والرباين كأوى وين هدا دون إنسان تاسا كمذا waxay uga jeednaa walaalayaal inaynu bal hadda isbarbar dhigno xaaladeenu halkay marayso iyo diinta Ilaahay inuu ku abtirsanayno inuu ku dhaqmayno Ilaahay nagu adoonsaday inaynu raacno halka ay marayso qofkana inaad tidaahdo amalkaas samee horta waxa ka muhiimsan baa inaad tiraa balaayadan iska daa Hudhayfa wuxuu leeyahay dadku nabiga khayrka waydiin jireen laakiin anigu sharka waydiin jiray si aan ugu dhicin oo aan uga feejignaado soonka sooma oo salaad oo sadaqo bixiyo amal ka dhisa oo wada laakiin wixii duminayna oo barbar socdo ayna waliba xalaashanu inay la sahlan yahay culimo iyo uquul madax iyo raaciyad wana sidaraad weyn kaanta dad kala jannooyinkooda iyo naarahooda iyo arimahooda iyo afaarahooda daba socoto bal taadan yar ka fikir kaydkaagi tar wax ugu maraya talo jannadaad intay ku jirtaa talaw naarti intee ku jirtaa talaw maanti iyo caawo dhan baad hadlaysay waa sameyn kartaa intood mobaylkaaga qaybta recording aad darto oo aad record garaysaa hadalkaaga inaad halka ku ridato dabeytana caawo aad dib u dhageysato wixii aad daldalaysay maanta dhan 19% baa laga yaabaa inuu khayr noqdo ama ka yaraado marka waanadeenasi waxa weeyaan waa inaa sahay noo noqoto qabla fawaatil awaan inta fursad weyn dhaafin ee aan aakhira loo soo haadinay inagoo kayd badan sidana anay dadku kuyu soo qabsa qadafa hada wa qatala hada wa akhadha mala hada wa safaka dama hada wa sidoo nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam qofba khayr badan aakhira isla soo taagaya aamil buha aabido cibaadaysta laakiin dadkii ilaahay ba ka nabad gali waay kam barka iyo kursiga wuxuu u soo fadhayay mafrish inuu dadka hafo oo wuxuu boolati ku sheegay ama ku sheegay inuu xaqiiqo raadis tahay amma akhbar sheegayo ay ku wada xalaashad cirdigoodi dadkaasa ku yuuga soo qabsanayo calalay kan uu dilay kan uu xantay kan dhigiisii buu daadiyay kan saas uu ka yaalay marka amalkiina loo qaybinaya ila marka dambe inuu naartaba ku dambeeyay isagu ay dhici doonto arintan inay weyn tahay qofka muslimka sharafkiisa oo meel laga dhaca daraadeed ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga ka jawaaba qof muslima marka cirdigiisa la taabto hata nabiga laguma hadlayo inuu bari yeelay quraanka waxaynu arkaynaa wayna baraya iyadoo ilaahay ba qofkii uu bari yeelay nabiyullah yusuf fakhri qisadiisa ilaahay ba bari yeelay
وشهد شاهد من أهلها كانها ليمدان هراو هذا سيده كلام مريم بنت عمران رحمها الله وليد إلهي مريم سورة مريم لو ما قعد دري إلهي بابرية مركي إلى ذين أورك أيالتي إلى ذين ويسنيست عائشة الصديقة بنت الصديق حاسك النبي صلى الله عليه وسلم منافقين بافك وكلا قادوا يدو النبي أكتوك تيل هذا ويسي نيسد بل تظهركم مرة يأي قرآن بو إلهي سودة جي آيادة تبنيه لك بريا سيدا سيق سوين بدان تلمام يانو كوضا مقشير نصوص وينان تيدا درات دي إيا إنانو سهلنا قفك مسلم كان نكتي سيا شرفتي سو مالا قرعو أيا إلهي ونصوص تاو قد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.